دلوقتي بقى هنكمل على ازاي اخد المشتقات الجزئيه اللي هي البارشال ديريفاتيف في حساب التفاضل والتكامل في الكالكولاس بصوره عامه. يعني احنا لازلنا شغالين في الكالكولاس وبالاخص في التفاضل الجزئي اللي هو البارشال ديريفاتيف. عايزين نشوف ازاي بنحسب التفاضل الجزئي باستخدام الماتلاب. في الاول كده هقول لك ما تيجي نعرف متغيرين اكس وواي كما لو كانوا سيمبوليك فاريبل، يبقى اس واي ام اس واكس، ادي اكس والماتلاب بيروح يعرفه في الورك سبيس كما لو كان سيمبوليك فاريبل، وهعرف برضه سيمبوليك فاريبل كان اسمه واي. كويس جدا، الماتلاب هيروح يجنريت الواي ويعرفه كما لو كان سيمبوليك فاريبل في الورك سبيس زي ما احنا شايفين قدامنا كده. خلينا بقى دلوقتي نكريت فانكشن باستخدام الان لاين فانكشن برضه اسمها اف، هكريت فانكشن اسمها اف. حلو، ادي اف باستخدام مين؟ الداله اللي اسمها ان لاين. حلو جدا. طيب الداله دي قيمتها بايه؟ هقول لك والله الداله دي عباره عن، طبعا بنعرفها بين سنجل كوت، عباره عن ساين اكس اهو، ساين اكس زائد واي تكعيب. حلو جدا، دي الفانكشن اهي، ساين اكس زائد واي تكعيب. خد بالك دلوقتي الان لاين بي لها شرطين او لها تو انبوت ارجيومنت، الاول هو قيمه الفانكشن والثاني ما هي المتغيرات المستقله اللي انت هتحل بالنسبه لها المساله. عندي كم متغير؟ اكس وواي. حلو، يبقى سنجل كوت واحط اكس كوما سنجل كوت واحط واي، يبقى انا كده عرفت المتغيرين المستقلين اللي انا هحل بالنسبه لهم المساله. يبقى انا عندي متغيرين مستقلين، بالتالي لما اقول له انتر هيقول لي والله انت عندك ان لاين فانكشن اسمها اف اوف اكس وواي، بقت اف فانكشن في كام متغير؟ في تو اندبندنت فاريبل، وقيمتها ب ساين اكس زائد واي تكعيب. كويس جدا. بالتالي لو جيت قلت له احسب لي اف اوف ايه بقى؟ اف اوف 3 كوما 2، اف اوف 3 و2، هيروح في المعادله دي ويشيل كل اكس ويحطه مكانها 3 ويشيل كل واي ويحطه مكانها 2، هتطلع لي بالرقم ده 8.1411. كويس جدا. طيب لو انا عايز احسب التفاضل هعمل ايه؟ كويس جدا، هستخدم الداله اللي اسمها دي اي اف اف اهو، دي اي اف اف لمين بقى؟ للفانكشن بتاعت اللي اسمها اكس واي، للفانكشن اللي اسمها ايه؟ للفانكشن اللي اسمها اكس واي. حلو، هذا الفانكشن اهي، ولابد اعرف له المتغير اللي انا هفاضل بالنسبه له المعادله بتاعتي. هنفترض مثلا في الاول انا هفاضل المعادله بالنسبه لاكس، وبالتالي لما اقول له انتر هيقول لي تفاضل ساين اكس بلس واي تكعيب بالنسبه لاكس هي عباره عن كوساين اكس. ليه؟ لان واي بالنسبه لاكس ثابت، وطالما واي ثابت فتفاضله هيبقى زيرو. كويس جدا، ده انا برضو ممكن اقول له دي واي اف اف لمين؟ هخلي المتغير المستقل من، انا هفاضل المعادله بقى بالنسبه لي في الحاله دي اللي واي، لما اقول له انتر هيقول لي تفاضل المعادله بتاعتك دي هو عباره عن 3 واي تربيع. ليه؟ لان اكس بالنسبه لواي في الحاله ديت ثابت، وتفاضل الثابت بزيرو، هتبقى لي واي تكعيب تفاضلها بالنسبه لواي 3 واي تربيع. كويس جدا، حاجه كويسه جدا، احنا عارفين الكلام ده من الرياضه بس بنشوف ازاي بنحله في الماتلاب. طيب تعال نصعب العمليه شويه وخلينا كاريت سيمبوليك فاريبل تاني اسمه زي، خلينا نقول اس واي ام اس واسمه ايه؟ واسمه زي. هيروح يكاريت سيمبوليك فاريبل اسمه زي في الورك سبيس اهو، وزي ده عباره عن سيمبوليك فاريبل. طيب حلو جدا، خلينا اعرف داله جديده اسمها اتش برضه باستخدام الان لاين فانكشن. يبقى اتش بتساوي ان لاين ان ايه؟ ان لاين. كويس جدا. طيب اتش دي اللي هي هتبقى بقى، خد بالك اتش اوف اكس وواي وزي فانكشن في اكتر من متغير، في ثلاث متغيرات اكس وواي وزي. طيب الفانكشن دي قيمتها بايه؟ هحط القيمه بتاعتها بين سنجل كوت سنجل كوتيشن. طيب قيمتها عباره عن اكس اس 10، يا ما فيش مشكله، ناقص واي تربيع مثلا اهو، ناقص واي تربيع زائد مثلا لوج اوف زي. لوج اوف ايه؟ لوج اوف زي. حلو، دي المعادله بتاعتك. حلو جدا. طيب عندك كم اندبندنت فاريبل؟
ثلاثة اندبندنت فاريبل، ثلاث متغيرات مستقلة. أول واحد الإكس كوما، تاني واحد بالنسبة لي هو واي كوما، ثالث واحد بالنسبة لي هو مين؟ هو زي. يبقى أنا عندي الثلاثة اندبندنت فاريبل. لما أقول له أنت هيقول لي ده أنت معرف إن لاين فانكشن، الفانكشن دي اسمها اتش أوف إكس وواي وزي، وقيمتها ب 10، إكس بإكس أس 10 ناقص واي تربيع زائد لوج الإيه؟ لوج الزي. وبالتالي لو احنا حبينا نحسب تفاضل الداله دي هستخدم الداله اللي اسمها ايه؟ ايوه كويس، دي اي اف اف. لمين بقى في الحاله دي؟ ل اتش اوف اكس وواي وزي. حلو جدا، ده اول انبوت بالنسبه للداله دي. الانبوت الثاني بيقول لي بعد اذنك انت هتفاضل الداله دي بالنسبه لمين؟ هقول له والله الاول انا هفاضلها بالنسبه لاكس، هفاضلها بالنسبه لاكس. لما اقول له انت هيقول لي ده الاجابه ب 10 اكس اس 9. ليه؟ ده انا مديله داله كبيره. قال لك ما خد بالك واي وزي بالنسبه لاكس ثوابت، وبالتالي في تفاضلهم بيساوي زيرو، هيتبقى لي فقط اكس اس 10 اللي هو تفاضلها بكام؟ هنزل بالاس في القوس لما اطرح منه واحد في تفاضل وبداخل داخل القوس اللي هو 10 اكس اس 9. طيب ما انا ممكن افاضل الداله دي بالنسبه لمين؟ برضو بالنسبه لواي. وفي الحاله دي هلاقي اكس كونستانت وزي كونستانت، وتبقى لي ماينس واي تربيع اللي هو تفاضلها بماينس 2 في واي. وبرضو انا اقدر افاضل المعادله دي بالنسبه لمين؟ برضو اقدر افاضل المعادله دي بالنسبه لزي في الحاله الثالثه. كويس جدا، هيقول لي والله ده اكس واي بالنسبه لك كونستانت، ولوج زي تفاضلها بواحد على المتغير بتاعي اللي هو واحد على ايه؟ واحد على زي. كويس جدا جدا. طيب خلينا بقى نقول انا لو حبيت احسب التفاضل في اكتر من متغير اعمل ايه؟ خد بالك اكتر من متغير ده بيسموه البارشال ديريفاتيف، بيسموه بارشال التفاضل الجزئي، بارشال ديريفاتيف. قال لك تعالى ده انت لو عايز تحسب التفاضل كتفاضل جزئي في اكتر من متغير، قال لك ده انا لابد هعرف داله جديده برضو باستخدام الان لاين فانكشن اهو. يبقى اتش بتساوي ان لاين لمين بقى؟ للداله بتاعتي اللي انا عايز احسب لها التفاضل. هسميها مثلا اكس في واي اس مثلا 3. حلو، دي الداله بتاعتها اكس في واي تقعيد. كويس جدا، عندي كام متغير مستقل؟ عندي 2، اول متغير اللي هو اكس، وتاني متغير اللي هو مين؟ اللي هو واي. كويس جدا، فهو بيقول لي انت عندك ان لاين فانكشن، الفانكشن دي اسمها اتش اوف اكس واي، وقيمتها ب اكس في واي تكعيب. كلام جميل لغايه كده. لو انا جيت قلت لك احسب لي التفاضل بتاع الداله دي، احسب لي التفاضل بتاع الداله دي، هتقول لي والله انا هحسب التفاضل بتاع الداله دي برضه باستخدام الان لاين فانكشن. ليه؟ عشان اقدر بعد كده اطلع قيمه الداله دي عند قيم معينه من اكس وواي. يبقى بالتالي هعرف متغير مثلا اسمه دريف، ما فيش مشكله خالص، ماشي دريف اهو، باستخدام الان لاين فانكشن يبقى ان لاين. حلو جدا، الانبوت ارجومنت بالنسبه لها هيبقى مين؟ هيبقى التفاضل بتاع الداله بتاعت اكس اتش اوف اكس واي، التفاضل اللي هو دي اي اف اف. لمين بقى في الحاله دي؟ للداله اللي اسمها اتش اوف اكس واي، الداله اللي اسمها ايه؟ اتش اوف اكس وواي. كويس جدا لغايه كده، مين هو المتغير اللي انت هتفاضل بالنسبه له المعادله بتاعتك؟ قال لك هفاضلها بالنسبه لاكس. كويس، يبقى الدي اي اف اف اتش اوف اكس واي واكس ده اول انبوت بالنسبه للان لاين فانكشن. حلو، يبقى هو بيقول لك بعد ما تحسب التفاضل بتاع الداله اسمها اتش اوف اكس واي بالنسبه لاكس، روح هات لي الان لاين فانكشن عشان اقدر اكون الفانكشن اسمها دريف. فبالتالي انا لابد اعرف له مين بقى تاني؟ المتغيرات المستقله اللي هي موجوده عندي. عندي ايه كمان؟ عندي اكس هو المتغير الاول، وعندي واي اللي هو المتغير الثاني. كويس جدا، وبالتالي هيقول لي ده انت عندك اللاين فانكشن، الفانكشن دي اسمها دريف اوف اكس واي، واللي موجود فيها التفاضل بتاع اتش اوف اكس واي بالنسبه لاكس. طب ما هو تفاضل اتش اوف اكس واي بالنسبه لاكس؟ هو عباره عن 3 واي تكعيب، صح؟ اهو زي احنا خدناها كتير في الرياضه.
كويس جدا. قال لك حسب التفاضل بالنسبه لاكس زي ما احنا قلنا دلوقتي، وطالما النتيجه في اكس وواي يبقى انا هباصي الاكس وواي كمتغيرات مستقله بالنسبه للال لاين فانكشن. كويس جدا جدا. يبقى زي ما قلت لك انا في الحاله دي اقدر اقول له دي دريف اوف كم وكم بقى؟ ممكن اشيل اكس واحط مثلا واحد، واشيل واي واحط مكانها واحد، وهقول له احسب لي الدريف اوف واحد وواحد، هيقول لي والله ده بواحد. ممكن اقول له دريف اوف واحد واربعه، هيحسب لي برضه، هشيل كل واي واحط اربعه، يبقى واي اس اربعه باربعه وستين. حلو جدا جدا جدا. طيب خلينا نصعب الداله دي شويه. خلينا اقول له اتش اللي كنت معرفها دي كما لو كانت ال لاين فانكشن باكس في واي تقعيد. لا ده انا هقول له اتش بقى المره دي بكام؟ الداله دي هي عباره عن اكس في واي تكعيب ماشي على ايه؟ تمام. ايه تاني؟ على اكس مثلا زائد واي. حلو جدا. والمتغيرات المستقله عندي هي اكس وواي. كويس جدا جدا. قال لي والله ده انت عندك فانكشن ال لاين فانكشن اسمها اتش اوف اكس وواي، وقيمتها اكس في واي تكعيب على اكس زائد واي. حلو. طيب لو انا بقول له احسب لي التفاضل بتاع الداله دي باستخدام الال لاين فانكشن، والتفاضل حطه لي في مين؟ في داله اسمها دي ريف 3. كويس جدا. يبقى هقول له اللاين اوف التفاضل اللي زي ما قلت لك كان مين؟ دي اي اف اف. لمين بقى؟ لمين المره دي؟ ل اتش اوف اكس واي. صح؟ حلو جدا. يبقى الاتش اوف مين؟ اللي هي الداله دي. هاخد الداله دي كده اهو اتش اوف اكس واي واحطها ادا اتش اوف اكس واي. كويس جدا. هتاخد التفاضل للداله دي بالنسبه لمين؟ قال لك والله انا هفاضل بالنسبه لاكس. مفيش مشكله خالص. بس طالما ايه اللاين فانكشن؟ لابد بصير له الانبوت ارجيومنت الثاني اللي هو مجموعه الاندبندنت فاريبل اللي عندي. عندي اثنين اندبندنت فاريبل اللي هم مين؟ اللي هم اكس وواي. كويس جدا. يبقى راح اعرف ايه اللاين فانكشن؟ الفانكشن دي اسمها دريف 3 اوف اكس وواي، واللي فيها هو تفاضل الداله دي اللي كان اسمها اتش اوف اكس واي بالنسبه لاكس اللي هو الرقم الكبير اللي انتم شايفينه ده. كويس. لو عايز اعدل شكلها فاكرين الفانكشن اللي كان اسمها بريتي؟ يبقى هقول له هات لي بريتي لمين؟ لديريفاتيف 3 للفانكشن دي. حلو جدا اهو. هيقوم حاططها في صوره جميله كده اللي هو قال لي خد بالك ده كان تفاضل الداله دي بالنسبه لاكس كان هو عباره عن واي تكعيب على اكس زائد الواي ناقص اكس في واي تكعيب على اكس زائد الواي الكل تربيع. وبالتالي في الحاله دي لما اجي اقول له احسب لي بقى ديريفاتيف 3 لقيم متغيره من الاكس وواي مثلا اوف 3 و5، هيقول لي والله ده قيمتها اللي هي قدامنا دي. طب احسب له مثلا ديريف 3 اوف مثلا 3 وسالب 2، هيقول لي والله دي قيمتها بالقيمه دي. دلوقتي شفنا ازاي بتعامل مع البارشال ديريفاتيف، واطلع القيمه بتاعت البارشال ديريفاتيف دي عند قيم معينه، بعمل لها تقييم يعني عند قيم معينه للاكس والواي. وشفنا ازاي فادتنا كتير جدا جدا الداله اللي اسمها ال لاين فانكشن، فبقدر استخدمها وبصلها الانبوت ارجومنت كما لو كانت ديريفاتيف بتاع فانكشن معينه، واديها كمان الاندبندنت فاريبل بتاعتها عشان اقدر اطلع قيمه الفانكشن الجديده ديت عند قيم مختلفه من الاكس والواي.